السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي في درس جديد ضمن سلسلة الدروس الأكاديمية للباحث الأكاديمي. اليوم راح نعطيكم ثلاث مواقع جدا مهمة، موقع ممكن أن تنزل من عند الكتب، وموقع ثاني ممكن أن تنزل من عند البحوث، وموقع آخر هو قاموس مفيد جدا جدا. والأشخاص اللي يمكن يستفادون من هذه المواقع هم الطلبة الأكاديميين اللي في مرحلة البحث وأيضا في مرحلة الكورسات، ممكن أن يستفادون من هذه المكتبة وأيضا من البحوث اللي نزلوها مجانا طبعا على الإنترنت، تساعدهم كثيرا. خلونا نبلش بأول موقع اللي هو Library Genesis، اللي هذا الموقع ممكن أن تنزل منه الكتب بكل سهولة. طبعا هو منطيك مجموعة من الفلاتر حتى تبحث بها عن الكتاب اللي تريده، ممكن أن تبحث باسم الكاتب، ممكن أن تخلي الكتاب نفسه، ممكن يعني شركة الطباعة، ممكن السنة، وأيضا من خلال language. طبعا هذا الموقع ممكن أن تنزل به كتب الإنجليزية والكتب العربية أيضا. فمثلا خلنا نكتب على سبيل المثال محمد، أو أي كاتب عفوا، نكتب محمد، خلنا نكتب محمد، راح يطلع لك مجموعة من الكتاب اللي كلهم اسمهم محمد، وأيضا باللغة الإنجليزية. مثلا خلنا نكتب، طبعا احنا خلينا الفلتر هو الكاتب، خلنا نكتب مثلا سيرل، جون سيرل، ونبحث عن سيرل، راح نلقى مجموعة من الكتب اللي هو يعني كاتبيها وموجودة هنا بالموقع. فيوفر لك هذا الموقع انه تقدر تنزل الكتاب بكل سهولة ومجانا. طبعا مثلا من فتحنا الكتاب راح تلقى جيت هنا، تنقر على جيت، راح يطلع لك مباشرة البي دي اف، فتقول له ستارت داونلود، يعني ابدأ بالتحميل، ويبدي يحمل الكتاب بكل سهولة. ومثل ما تشوفون خاصة اذا الانترنت عندك موجود، فبسرعة الكتاب ينفتح وممكن أن تأخذه على PDF. أوكي، هذا أول موقع أخذناه. ممكن أن نرجع، طبعا بالمناسبة أيضا قبل لا أنسى أنه الموقع أيضا بمجموعة من المكتبات ممكن أن تروح له داونلود، هذه مجموعة من المكتبات أيضا ممكن تروح لها وتحصل على الكتب، ومثل ما قلنا باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، وطبعا مثل نفس الطريقة سواء بالعربي أو بالإنجليزي. فهذا الموقع الأول، نتمنى يكون استفاديته من عنده إن شاء الله. الموقع الثاني اللي هو الموقع الروسي، طبعا أكو ناس تستشكل على الموقع الروسي أنه هذه سرقة علمية أو كذا. على العموم الكثير من الباحثين العراقيين يستخدموا هذا الموقع، موجود على الإنترنت وهو يعني open access، هو مفتوح. فمثلا على سبيل المثال انت حر يعني اللي يستخدمه وما يستخدمه، عندي هذا بحث، هذا البحث ما اقدر انزله، يعني اشتري من الانترنت. فتاخذ اللينك مال البحث، طبعا مو كل المواقع يفتح، اكو مواقع ما يقدر يفتحها، تاخذ اللينك وتجيبه هنا تلصقه وتقول له open، راح ياخذك هو للمكان الرئيسي مال الكتاب ويفتح لك اياه بهالصورة هذه. طبعا راح يفتحها على شكل PDF، ممكن انه تسيفه وتاخذ هذا البحث وتستفاد من عنده، بغض النظر يعني عن يعني نوع البحث او يا مجلة. مثل ما قلنا مو كل المجلات، مو كل المواقع ممكن ان تفتح من عندها، يعني الموقع الروسي ممكن ان يفتحها. طبعا اللينكات للمواقع راح اخليها اسفل الوصف ان شاء الله. وعدنا الموضوع الاخير اللي هو القاموس. طبعا القاموس هذا اسمه Reverso Context، اللي هو يعتمد على الكونتكست، يعني هي احنا نسميها السياق، يعني ينطيك جمل من ضمن السياق. مثلا تقدر تكتب مثلا بالعربي من العربي للانجليزي، او بالعكس من الانجليزي للعربي. مثلا الموضوع يتطلب، طبعا هنا الموضوع مسوي موضع، لان خلينا نقول الدرس، ان الدرس، الدرس بالعربي نكتب الدرس، ان الدرس يتطلب، الدرس يتطلب الكثير من الجهد. اي جملة تقدر تكتبها،
فهو الجميل بالهذا الموقع انه انت القاموس عفوا انه انت تقدر تاخذ جمل من السياق وتتعرف على الكلمات بمكاناتها من ضمن السياق. مثلا يعني it talks a lot of يعني مترجم لك اياها تقدر تشوفها بعده سياقات حتى تاخذ السياق اللي يعني تستفاد من عنده وتاخذ وتسوي الجمله اللي تستفاد من عندها في بحثك، خاصه البحوث العلميه مثل ما قلنا، لانهم يكتبون بالانجليزي ومرات يواجهون صعوبه بصياغه بعض الجمل، فيطلعون على مجموعه من الجمل المصاغه اوريدي مصاغه يعني مصاغه مسبقا وممكن يشوفون ترجمتها بالعربي، اكو من ضمنهم ماخوذه من نصوص يعني واقعيه. وبالمناسبه اذا اخذتها دير بالك شويه، اذا اخذتها كوبي وكات يعني كوبي وبيست عفوا راح اذا يعني سبب لك مشاكل بالاستيلاء، فاخذها بغير مكان وغيرها ويعني وخليها مرتلاق بالفايل وورد. طبعا هذا من نحكي على الاستلال، ان شاء الله نقدر نتكلم عن ليش هذا راح يكون استلال، اذا اخذته مباشر راح يكون استلال. على العموم هذا درسنا لهذا اليوم، ان شاء الله نستمر وياكم. الدعم واللايك والسبسكرايب للقناة هو اللي يخلينا نستمر، استمروا بدعمكم إنه حتى نقدر ان شاء الله نكمل وياكم المسيرة. وإذا عندكم أسئلة أيضا خلوها بالوصف، وشنو الموضوع اللي تردوه ممكن نشرحه في الدرس القادم إن شاء الله. في أمان الله وحفظه.